حلقة جديدة من برنامج طبخ جديدة حتقدم لنا هي الشيف لولو العزة. أهلا فيك شيف. أهلا يا أماني، كيف حالك؟ خير الحمد لله، شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام الحمد لله. إيش مقدمتي لنا اليوم؟ اليوم حيكون بالنسبة طبق المقبلات معانا جيوب الدجاج المقلية، وحيكون معانا بالنسبة للطبق الرئيسي اللينجويني بالسالمون والزعتر، وآخر شيء طبعا نختم بالحلويات حيكون معانا حلاوة الجزر. مشاهدينا، دخلنا المطبخ أنا والشيف لولو وحضرنا كل المقادير والمكونات علشان جيوب الدجاج المقلية اللي حتعرفنا عليها الشيف. متحمسة شيف؟ كيف النشاط؟ كتير متحمسة لأنه بحب كتير هذه الوصفة وكتير سهلة وسريعة، بس التكنيك بالعيش لازم كتير يكون نحيف. بس قبل ما أقولك الطريقة، تعالي معنا نطبخ الدجاج أول لأنه هو بياخد وقت. أوكي. لو تجيبي لي بس الجزر والثوم. تمام. انا اوريدي سالقه الدجاج هنا بمويه عادي ومقطعه كده بالايد، نتفته تنتيف بالايد. أوكي. صدور الدجاج يعني هي نوع من المعجنات اللي حنقليها. صحيح. وقاعدين نجهز الحين الدجاج الداخلي، يعني مزبوط الحشوه. الحشوه بالزبط. اوكي، هي ما حتاخذ كتير معي وقت لاني اوريدي هي مطبوخه. بس انه نشوحها على النار مع شويه ثوم وشويه منكهات. هي ايش هذه الوصفه اساسها؟ هي ما لها اساس صراحه، هي بس وصفه من اختراع. استعمل فيها التوست البريد بطريقه مش بس ساندويتشات زي كذا، بطريقه حوريك اياها بعدين. كثير طريقه حلوه، يعني ما في حدا ممكن يخطر على باله انه هذا العجين اللي انا طلعته ده ممكن يكون توست. اوكي، ما بدي الثوم يغير، فحط الدجاج على طول عليه. دجاج مسلوق عادي. مسلوق عادي. اوكي، حنبتدي نزيد الخضار اللي هو الفلفل الرومي اللي حيدينا نكهه روعه بالوصفه هذه. الفلفل الرومي، هذا الفلفل الرومي غرامي، انا ممكن اقطعه كده ولا مكعبات صغيره مره. طيب، لانه فيه والحامل. ايوه، فيه كثير فيتامين. فيتامين سي. فيتامين سي. بس احس نكهه اللون الاحمر منه، الفلفل الاحمر في حلاوه. بس بدي يعني. بدي لون الفلفل الاحمر. هذا الفلفل الاخضر بدي نكهه اكثر. وحنحط الجزر، طبعا كومبينيشن تبع الالوان كثير حتكون حلوه، وانا بيهمني كمان الالوان. ما حنحط ملح وفلفل والاشياء بالاخير. حنقلب كده تقليب سريع. اوكي، شايفه عندنا كده الخلطه، حنحط شويه ملح. ممكن نخزنها هذه الخلطه؟ لا، لانه الدجاج شويه بيكون حساس، الدجاج يعني حساس. اوكي، شويه فلفل اسود هو اللي حيدينا النكهه الروعه. اوكي، حنخلط زي كده، حنغطي عليه بس الخضار يستوي. انا اللحمه اوريدي استوت عندي، الدجاج عندي مستوي، بس الخضار على نار هادية ولا على نار متوسطة. نغطي عليه كده ونروح نعمل العجينة. العجينة. اوكي، يلا. اوكي، هشرح دحين عن المشي تبع الباستا. ومعادة بحطوا عجين الباستا، لكن اليوم انا حطيت عجين العيش وهي سهلة فحتساعديني فيها. اي اوكي، تعالي هنا امسكي لي اياها. امسكي لي اياها كده، ثبتي ايديك عليها. ايوه، وانا احط العيش. هشيله اول، هشيل الاطراف بالسكين. التوست الابيض. التوست الابيض او التوست الاسمر اللي تحبيه، هشيله بهذه الطريقه، اشيل الاطراف. تتوقع كثير ناس عندهم هذه المشي؟ مش موجوده عندهم، بس ممكن يجيبوها، متوفره في كل جميع السوبر ماركت، جميع الاشياء تبعت البيت. هنحطها بهذه الطريقه. ثبت لك هذه. ايوه، من هنا. ايوه. اها، حترقي التوست. ايوه بالضبط، زي ما بنرق السمبوسك بالنشابه. هي على فكره ممكن تستعمليها بالنشابه، بس النشابه بتاخذ وقت اطول. ما حتفرد الخبز زي كذا. ايوه، ما ح... لانه هذا كثير حتخليه بشكل كثير نحيف زي كذا. تفضلي يمكن 10 مرات 15 مره لغايه ما يصير مره نحيف. هنوريهم كيف عملناهم بهذا الشكل، شكل الدوائر زي كذا، شايفه؟ اوكي، حناخذ دي نطبقها على بعض زي كذا ونعملها بهذه الطريقه. اي حجم انت بدك اياه، انا الحجم هذا بلاقيه كويس لانه مو صغير ولا كبير.
هي طبقتين على بعض، هتفتح وقت القلي هنسيبها على جنب، نحطها مع هدول بس نغطي عليها عشان ما تنشف. اوكي، وبعدين نعمل عادي العيش الثاني. الدجاج اصبح جاهز معانا، نسكر الخبز، هاخذه احطه بالبول هنا. واو ريحته فظيعه. يعني لو حبيتوا الوصفه هذه ممكن تجهزوا كيس كامل او كيسين كاملين، ممكن نحطوا معانا بالفريزر، ما بصير لهم ولا شيء. خبز مرقوق اكيد، زي ما بتجهزي سموسك حقه الفرن نفس الطريقه. هلا حنستعمل مكون ثاني تشاينيز. مثل التشاينيز بالضبط. حنستعمل مكون ثاني اللي هو الجبنه، جبنه المربعات. اوكي اوكي، الكريم تشيز لانه بتدي طعم كثير طيب. لو تساعديني تفكي لي هدول الاربع حبات مع هذه قلبها. لا لوحدها خليها، نحطها في بول لوحدها. حنحطها بنفس الحشوه مع الدجاج. ايوه، يعني وقت ما نعملها هنقلي البوكيتس اللي هي الجيوب، بعدين بالملعقه هناخذ شويه من الجبنه ونحط هذه الحشوه في قلبها. اوكي اوكي. برضه ما همسك عندي، يا ريت نعمل سويتش. تفضلي انت هنا عشان ابتدي انا اقلي بس عشان ما تنشف من العجينه، ونحطها في البيض. مزبوط مزبوط. يعني لازم. طب لما تكون مثلجه معانا حنطلعها ندخلها على طول قبل بوقت. ايوه طبعا، لغايه ما تسيح. طبعا لغايه ما تذوب لازم. بعدين نغطي كده بقسومات. حاطتي له شيء زعتر اخضر؟ فيه. ايوه هو بقسومات جاي منكح خالص. مو ساده يعني. مو ساده. حتى ممكن تستعملي تبع البيت وبرضه شيء يرجع لك. او تحطوا النكهات اللي بتحبوها. أيوة. مع الدجاج. ودغري نحطه بالزيت الحار. هاي أماني، كيف الأوضاع؟ ماشي نفخت؟ تعالي شوفي، شوف واحدة نفخت والثانية نص نفخة والثالثة شوي هاي بعد لسه، بس عادي يعني لو ما نفخ، بس أفضل أنها تنفخ معنا. أيوة عشان تنفك تكون مفكوكة من جوا. تصير جيب رسمي. أيوة بالضبط جيب. أوكي. هي عشان كده اسمها جيوب. عندنا هذه جاهزة وقت الحشوة والتقديم. الحشوة والتقديم، وعندنا الكريم تشيز هذه. هنقص البوكيتس هذه من النص ونحشيها ونقدمها. الصحن بهذه الطريقة كده. عملنا ثلاث حبات بس طبعا انتم فيكم تعملوا على قد العزومة اللي عندكم. رائع الطبق صراحة. اوكي ان شاء الله يكون عجبكم. يعطيك الف عافية وبالعافية. وهذا هنا برزنتيشن تبعنا. وبالهنا والشفا. أبارك لكم بهالمناسبة السعيدة وأهنيكم وأقولكم كل عام وأنتم بخير. مع تحيات عبد الله بالخير. واستعدينا أنا والشيف لولو العزة طبعا لتحضير الوجبة الرئيسية والطبق الرئيسي معنا اليوم. إيش هو شيف؟ حيكون إن شاء الله اللينجويني بالسالمون والزعتر. بس قبل ما نسوي الوصفة لازم نروح نشوف أنا إيش اشتريت من السوق. صباح الخير، كيفكم اليوم؟ اليوم عندنا أكلة اللينجويني بالسالمون. تعالوا معنا نشوف أحلى سالمون طازة. Good morning. Can I have some salmon please? Half kilo? Which one? The filet. Filet. Yes. Norwegian. Yes. We have some Norway. Yeah, the Norway. Yeah, I prefer the Norway please. How many slices do you have? Half kilo. Thank you so much. Thank you. Salmon. هذا
هذا الزعتر هنا حصلناه لأنه لينغويني بالزعتر. نحتاج الطماطم كمان لينغويني حقتنا لأنه الطماطم حتعمل شوية حموضة بالصوص، شوية أسيدتي، ما نحتاج نحط ليمون، فمرة حتكون طعمها بالطماطم. وجربوها. Oh, thank you so much. Thank you for the basil. واو، شايفين الريحان ما أحلاه، كتير فريش. هذا آخر مكون حيكون في طبق اللينغويني وإن شاء الله حيعجبكم. Can you please put it in the bag? Hello. How are you? Good afternoon. Thank you so much. Goodbye. Bye. منشوفكم في المطبخ. وحنبدأ الشيف لولو الحين بالطبق وصفتنا. أوكي، حنبتدي أول شيء نسوي، لا هو اللينغويني. أول شيء حبتدي نسوي السالمون. حناخد السالمون من الثلاجة ونحضر السالمون ونحطه بالفرن قبل ما نبتدي نسوي بقية الأشياء. أوكي، إيش المكونات الرئيسية حق وصفتنا هذه؟ حتكون سالمون ومكرونة وكريمة. وبالنسبة للمنكهات حيكون عنا الزعتر والبيزل. حناخد هذا السالمون كده بالجلد، ما هي مشكلة إنه الجلد بعدين تطلع تقبع يعني ما في مشكلة. حناخدها كده ونحطها بدي الطريقة. يعني أتوقع هذه وصفة لمحبي السلمون. أكيد. أوكي، حنبتدي نحط الزعتر زي ما هو هيك كبير بكباره كده، ناخده ونحط له. حلو، حينكه السلمون معانا مرة. أيوة، كتير لذيذة هذه. نحطه قطع كبار زي ما هو. زي ما هو، هو أصلا الفكرة منه إنه ينشف في الفرن ويدينا المذاق اللي احنا بدناه. ونحط عليه الزعتر زي كده، البيزل، الريحان. السلمون من اللحوم البحرية اللي هي قليل ما كتير ناس تاكلها. أيوة، بس هي غنية بالأوميجا 3، كتير صحية صراحة. ولحمة بيكون مشبع يعني، بس يمكن في ناس ما بيحبوها كتير، بلاقوها زفة. أيوة، بس لو معمولة بطريقة مزبوطة إن شاء الله بتكون زي الطريقة هذه. أيوة أكيد. هناخد فلفل أسود شوي نحطه كده، يعني كلها فوق بعضها بالضبط. تطبيق هنحطها بالفرن. بس نوضح شوي نوعية المعكرونة. المعكرونة اللي هي فلات، تجيكي زي كده مبططة فلات بالمرة، مثل سباجيتي، بس سباجيتي مفرودة، مو الفتوتشين العريضة الرفيعة، بس نفس الأسلوب بالضبط، هي تكون مكبوسة. هناخد الطماطم نقطعه صغير. كم حبة طماطم؟ تقريبا تنتين لهذه الكمية. اوكي، حناخذ هذه الطماطم نحطها هناك وناخذ الكريمه. الزعتر والسلمون والريحان طالعه بتاخذ العقل من الفرن. هاخذ الكريمه، هستعمل هذه الكريمه. ايش حنسوي الخلطه هلا؟ الخلطه مره سهله هلا بتشوفي. حنفرغ هذه زي ما هي كده. بتحبي تستخدم الكريمات؟ صراحه بحب استخدم هالكريمات، يعني انا بحس الكريمه حتى لو انها فات شوي بس طعمها فظيع. مره فظيع مع الدجاج، مع الاسماك. صراحه روعه. حتى بحسك بتدخلي الزبادي كثير بالوصفات. كمان ايوه، الزبادي انه كمان صحي. وناس كثير بيحبوا الزبادي يعني ما عندهم مشكله فيه. هنحط هذه الكريمه كده. علبتين تقريبا صغار. لهي الكميه بتهيألي كفايه. وحنبتدي ننزل الطماطم فيها. الطماطم فريش حينزل بقلب بالضبط الكريمه. بالضبط، هي الفكره من الطماطم اللي زي ما قلت لك قبل كده تدي حموضه وبتدي لون حلو. يعني انت خالطه اللونين مع بعض، حيطلع معنا البينكش هلا. كثير شيء حلو حيطلع ان شاء الله. حربدي هذا بس هناك، اخليها بس طبعا تغلي مزبوط، وابتدي ازيد بقيه المكونات. اوكي، حبتدي اخذ هلا الزعفران. اوكي، ايش الفكره الطماطم مع الكريمه؟ هي عشان زي ما قلت لك الطماطم تدي عشان الغازه. بالضبط، الحموضه. هنحط شويه ملح
بس جديده بصراحه. انا بحتار ايش انواع الكريمه اللي ممكن اسويها. هذه جربيها دي ان شاء الله حتعجبك. حتى الزعفران. طيب الزعفران ما حغير طعم الكريمه الا هي عشان تدي شويه طعم. شويه فلفل اسود وادى اللون. هنغطي عليه. ايوه طبعا لون كتير حلو اللون. هنغطي عليه ونخلي بس الطماطم تنهري وتستوي معاه. فهذه الاثناء بس حنعمل تشيك للسالمون وحنبتدي نسلق المكرونه. المكرونه تنسلق اخر شيء لمده 7 دقائق عشان تصير الدنتي. ما نبغاها كثير تعجن. اوكي حنشيك دحين على السالمون. خلاص اوريدي اظني تخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف اللون كيف غير اللون؟ صار لون الزهري الفاتح. روعة. وهي زي ما قلت لك المكرونة ما فيها منكهات. هو النكهة حتجينا من السالمون هذا. لأنه حنزحلقه زحلقة هلأ جوا الكريمة. الصوص نفسه بالضبط جوا الكريمة. هلأ حناخد اللينجويني ونسلقها. بس هو استوى معانا. خلاص هو أصبح جاهز بدي الطريقة بدون ما نكسرها. من غير ما نكسرها. الطريقة الإيطالية إنه تاكلي اللينجويني الفاتوتشيني السباجيتي تالياتيلي طويلة تكون. حافظة كل الأطباق طبعا الإيطالية. هنسيبها دي لوحدة حتلاقيها هتسوح بالضبط. بس وخليها تستوي. هلا صار عندنا السالمون هنا جاهز. خلينا نشوف بس ال اوكي الصوص. شايفة لونه كيف؟ التكستشر تبعه. الطماطم طبعا بدا ينهري. ممتاز. بتحبي بالنسبه للاطباق العالميه طبعا انت بتحبي تطبخي مره الاطباق العربيه. أكيد. بس بالنسبه للعالميه اي اكثر مطبخ بتستهويه؟ اكثر شيء الاكلات الاسيويين. الاكل التاي لا اكثر شرق اسيا. التاي السوشي الاكل الكوري الفود كثير بتحبي. ايوه نكهته الليمون جراس الاشياء دي لايم ليفز كثير نكهه بتدي يعني بحسه كثير مختلف عن اي اكل ثاني. وبيطلبوها عائلتك برمضان؟ والله بيطلبوها كثير. بيطلبوها اكثر شيء على السحور يعني. اوكي دحين شفتي خلاص السلمون صار معي جاهز. شايفه كيف واضح انه مره فريش. بس تعملي كده بالسكينة. حتطلع معانا الجلدة حقت السلمون. حتطلع لوحدة. ما نحتاج. يعني حتحطي اللحم بس بالصوص بالضبط. يعني حعملها كده حتلاقيها تزحلقت لوحدة. شايفة كيف تزحلقت الجلدة أبعت فصلت عن الجلدة. أيوة لهذه الطريقة. أوكي. هي جوا تاخد لا عادي تاخد الطعم. اوكي هشيك هلا على المكرونه لسه شويه. شايفين؟ وهذا هذا عم بيستوي على مهله. يعني بنخليه يغلي عادي شويه على نار كثير واطيه عشان بس الطماطم ينهري مع ال مع السلطه بالضبط. ونستني هلا بس المكرونه تغلي وبعدين نحط الصوص على المكرونه ونقدم الطبق. هنصفي المكرونه طبعا. المكرونه اصبحت الدنتي عندي والصوص عندي جاهز. الصوص اصفر طبعا اخذ عشان لون الزعفران. الزعفران ايوه هحطه في القدر هنا واحاول احط عليه الصوص عشان ايه ما ابغاه ما بتغسل السباجيتي لا ابدا عشان ما تبرد اكيد لا. اوكي ايوه باستا. لا نغسل الباستا ولا نحط زيت بالمويه السلق كمان. لازم يكون مويه. لازم يكون مويه وملح بس. أوكي. فقط لا غير. طبعا نذكر الصوص هو عباره عن علبتين من الكريمه وطماطم حبتين من الطماطم. صحيح. وبس يعني هي حنخلطها نخليها الطماطم شوي تستوي ونحط له زعفران. اللون الاصفر هذا من الزعفران اكيد. وبعدين بس ما استوى السلمون اضفناه بالصلصه. أصبح كده جاهز الطبق تبعنا. وصفة سهلة وسريعة. يعطيك العافية. الله يعافيك. في
كثير منا بيشتري المرطبانات من السوبر ماركت او الاسواق بمختلف الاطعمه، ان كانت الجبن، المخللات او الصلصات، وبعد كده لما نروح البيت بنعاني بفتحها. هذه بعض النصائح اللي تخليكم تفتحوا المرطبان بشكل اسهل. حاولوا قبل لا تحطوه بالثلاجه انكم تفتحوا الغطاء، علشان لو دخل المرطبان بالثلاجه هيضغط الغطاء على المرطبان وحيصير صعب الفتح. بالنسبه للنقطه الثانيه، ممكن تستخدموا المنشفه المبلله بالمويه وتحطوها على غطاء المرطبان وتشدوا شوي حيفتح معاكم. طريقة أخرى، ممكن تسخنوا المرطبان بالموية الساخنة وتطبوا نص دقيقة تقريبا وبعدين هتفتح معاكم بسهولة. كمان طريقة أخيرة، ممكن تستخدموا السكينة أو كعب الملعقة، تمرروا شوي على غطاء المرطبان وحيتهوى، بالتالي حتسمعوا صوت الهواء داخل على المرطبان وحينفتح معاكم بسهولة. اليوم حيكون معنا الحلا حلاوة الجزر. نضع الزبدة على النار ونضع عليها الجزر المبشور والسكر البني والحليب المركز. نقوم ببشر جوز الطيب ونضع جوز الهند والفستق المبشور والماء زهر ونقلب جيدا، ونضيف الصنوبر واللوز ونقوم بغليها إلى أن يشرب الجزر الحليب. قدم بالصحن وترش بالصنوبر والفستق واللوز. بالهنا والشفا. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، وكانت حلقة مليئة بالأطباق المميزة اللي قدمت لنا هي الشيف لولو العزة، واللي بدأناها بطبق جيوب الدجاج المقلية كمقبلات، والطبق الرئيسي كان معنا اللينجويني بالسلمون والزعتر، أما طبق الحلا فكان طبق الحلا الشهير حلاوة الجزر. أتمنى جميعكم أنكم جربوها في بيوتكم، وما تنسوا تتواصلوا معنا عبر rotana.net/رمضان وتشاركوا بمسابقة البرنامج، مسابقة طبخة اليوم، واللي حتحصلوا من خلالها على كتاب أسرار أطباقي. أنا أترككم الآن بصيام مقبول إن شاء الله وأفطار شهي، وألقاكم بكرة بنفس الوقت. إلى اللقاء.